بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب السادس من الكتاب التاسع عشر، كتاب الطلاق، وهو باب المطلقة. باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وتكلمنا عليه بالأمس، وقلنا أن المطلقة المبتوتة يعني المطلقة ثلاثا وقت عدتها لها السكنى والنفقة عند الأحناف، وليست لها لا سكنى ولا نفقة عند الحنابل، ولها السكنى دون النفقة عند المالكية والشافعي. فصلنا هذا بالأمس. نكمل الأحاديث الواردة في هذا الباب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 83 بعد 703,000. قال: وحدثناه محمد بن عمرو ابن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمارة بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وده دليل الحنابل. ثم أخذ الأسود كفا من حصن فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب كان إيه مذهبه؟ زي الأحناف، زي اختيار الأحناف، إن لها السكنى والنفقة، مرضاش ياخد بحديث بقصة إيه فاطمة بنت قيس. قال إيه؟ قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وطالما هتحبسها في البيت يبقى عليها كمان النفق. ده إيه مفهوم إيه؟ المفهوم الضمني يعني. يعني النفقة فهمها أنها مضمونة أو ملحقة بالسكنة، طالما هيسكنها في العدة يبقى ينفق عليها كمان حتى تنتهي عدتها من الآية. لكن الشافعية قالوا لها السكنة دون النفقة ليه؟ حاضر. قالوا الشافعية لها السكنة دون النفقة ليه؟ قال: لأن الآية بتقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال إيه؟ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني بمفهوم المخالفة، لو لم تكن حاملا لا تنفق عليه. فالشافعية فهموا ان النفقة مستثناة دون السكنة لإيه؟ بمفهوم المخالفة من آية إيه؟ ان وجوب النفقة على الحامل حتى تضع. فهم؟ طيب، وفاطمة بنت قيس ليه ليست لها سكنة ولا نفقة؟ لان الا ان يأتينا بفاحشة مبينة، كانت بذيئة اللسان على احمى إيه؟ كانت بتتخانق معاه ورفضت ايه؟ النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لا ولا سكن. يبقى دي استثناء، كل واحدة تبقى زيها هيبقى لا نفقة لا ولا سكن، إذا كانت إيه الفحشة المبينة هنا اللي هي إيه بزاءة اللسان، أو مثلا سوء الخلق مع الأحماء اللي هم أقارب الزوج إن كانت ساكنة معاهم في نفس البيت، فمش معقول قاعدة تسكنها معاهم وهي كل طول النهار قاعدة تتخانق معاهم. طب تتخانق معاهم يبقى مالهاش سكن، خلاص. فهمت؟ حصبه يعني رمى كده بالحصى.
يعني بينهاه عن انه يحدث بالحديث ده وياخد منه حكم لان الايه تخالفه. فهمت ازاي؟ لان هي محبوسه في العده ما تعرفش تتجوز غيره. بقى انا عارف، بس هي ما تقدرش تتزوج غيره الا لما تنقضي عدتها. فهي محبوسه في عدته. هو اللي حبسها. فهمت؟ فافرض امراه ليست لها بيت اخر وليست لها احد ينفق عليها. يوم اول ما يطلعها الثالثه يوم يرميها في الشارع؟ يمشيها لما يكون قادره انها تتزوج غيره. يوم الثاني ياويها بقى. واضح؟ بعد انقضاء العده. لان هي محبوسه في عدته. وهو كمان بيبقى محبوس في عدته. يعني لو هي كانت الزوجة رقم 4 وطلقها الطلقة الثالثة، واخد بالك؟ التابتة يعني الطلقة الثالثة، له أن يتزوج في عدته لأنه ما يعرفش يردها. طب افرض طلقها طلقة رجعية، ما يعرفش يتزوج رابعة حتى تنقضي عدته. يبقى هنا الراجل ليه عدة. الراجل ليه عدة برضه. فهمت ازاي؟ يعني لو طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية وكانت هذه الزوجة هي الرابعة عنده، وهو عايز هو بيحب يعيش طول عمره فول أوبشن معاه أربعة على طول، واخد بالك؟ فعايز يتجوز الرابعة، نقول له ما تتجوز، لا تتزوج الرابعة حتى تنقض عدة هذه المطلقة. فهمت؟ لا، يبقى محبوس في عدته. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، يعني حللت من عدتك يعني، فآذنته يعني أعلمته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة بن زيد الثلاثة. إيه هم لا تخطب على خطبة أخيك دي؟ يعني إيه؟ يعني لا تخطب على خطبة أخيك إذا إيه؟ إذا كان في قبول، قبلوه. هو معاوية تقدم لها فقالت له سيبنا فكر، وجالها أبو جهم تقدم لها قالت له برضه لسه بفكر. فهمت إزاي؟ وراحت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد تقدم لها قالت له برضه أفكر، وراحت تستشير النبي، فالنبي إيه زوجها لأسامة، قال لها اختاري أسامة. كويس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل شرب لا مال له. شرب يعني فقير يعني. وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. أدي بالرواية لا يضع عصان عتق، بيفسرها هي. احنا قلنا لا يضع عصان عتق تحتمل معنيين، أنه دائم السفر والترحال فليست له إقامة مستقرة، وتحتمل أنه هو ضراب للنساء. فعرفنا من الروايه دي ان النبي يقصد بايه؟ بلا يضع عصا عتيقه، يعني ايه؟ يعني يضرب للنساء، بيضربهم بالعصايه. ولكن اسامه بن زيد، قال لا هو ده اسامه، ده اخلاقه جميله ولطيف وانا اللي مربيه بايدي، هو ده انت هتعيشي معاه تنبسطي معاه. بس اسامه بقى زي ما قلت لك كان مولى وكان اسود الايه؟ البشره. فكانت طبعا هي ايه في الاول كده ما كانتش عايزاه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت، يعني سعدته. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، لأنه كان مسافر مع سيدنا علي اليمن، فطلقها وقال للوكيل بتاعه روح لها قول لها إن أنا طلقتها واديها شوية الشعير دي تاكل منهم لحد ما تنقضي عدتها. فهمت؟ فأخبرها. في سطر
فين؟ ولكن أسامة بن زيد فقالت بيلا هكذا وهكذا. ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا. أسامة 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 يعني ده أبعد واحد عن بالها يعني. يعني كانت بتفكر بين إيه؟ بين معاوية وأبو الجهم. دول أكابر من أكابر قريش ومن عظماء قريش. فاهم؟ والتاني أسامة ده مولى وأم أم أيمن خادمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي شايفة دول من الأكابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بقى أسامة مستعجبة يعني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله، يعني اسمعي كلامي لا تندمي خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطته. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيع بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير. آصع شعير الصاع أربعة أمدد والمد حوالي 680 جرام. بنقول عليه كيلو إلا ربع وخلاص ونريح نفسنا. بخمسة آصع يبقى آصع جمع إيه؟ صاع. وخمسة آصع شعير. فقلت أما لي نفقة إلا هذا؟ مش عاجبها. وأنا أقعد أنا آكل إيه؟ تمر وشعير؟ إيه الكلام ده؟ فهمت؟ مش عاجبها بقى. ولا أعتد في منزلكم، مش هقعد مش سايبة لكم البيت وماشي. كمان. قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا. قال صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذني. قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد اللي هو أسامة. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير. كانت كبرت بقى امرأة ايه بقت عجوز بقى في زمن ايه خلافة عبد الله بن الزبير. فحدثتنا ان زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. وعن ابي قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقه. وعن ابي قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام قال حدثني ابي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فاخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروه فقالوا ان فاطمه قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. ستنا عائشة شايفة أن الحكم أن ليها السكن وفاطمة بنت قيس قالت أن ما لهاش السكن. قالت المفروض ما تتكلمش. هو النبي لما منعها من السكنة لسوء أخلاقها مع حمائها مش لأنها ليست لها سكن. فأحسن ما تخبرش الناس عن قصتها هتلخبط الناس في الأحكام.
فده كلام ستنا ايه عائشة. فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في ان تذكر هذا الحديث، لان النبي لما حرمها من السكنة والنفقة لان هي ردت النفقة اولا، ردتها ما ردتش تاخدها، يبقى تنزلت عنها، وفي سكنها عند احمائها كانت ايه سليطة اللسان عليهم، فالنبي حرمها السكنة من اجل هذا. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن ابي عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي، يعني خايفة ان احمائها يهجموا عليها يضربوها علشان هي بتعاديه، فهي خايفة لحد ايه وهي نايمة يخشوا عليها يضربوها من كتر ما هي غيظاها. قال فأمرها فتحولت، تحولت من مكانها وراحت عند ايه ابن ام مكتوم إيه ابن عمها وكان ضرير. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما لفاطمة خير ان تذكر هذا، قال تعني قولها لا سكن ولا نفقة. وعن ابي قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها الم تري الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت، فقال الم تسمعي الى قول فاطمة، فقالت اما انه لا خير لها في ذكر ذلك. باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. المعتدة البائن، بينونة كبرى يعني، والمتوفى عنها زوجها اللي هي في عدة وفاة الزوج، لها أن تخرج من بيتها في النهار لتقضي بعض مصالحها، لكن السكنة المفروض أنها تخرج من بيتها يعني تبيت فيه، يعني المقصود به المبيت وليس المقصود به عدم الخروج مطلقا، لا ممكن تخرج تجيب أكل، تخرج تروح تتعالج كويس، تخرج تشتري ثياب لو محتاجة ثياب، أو تشتري دواء، أو تشتري طعام، أو محتاجة للعمل فتخرج للعمل لأنها محتاجة، لكن ترجع بيت الزوجية تبات فيه، لازم تنام فيه، ما ينفعش تنام في حتة تانية، فهمت؟ وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، يعني تقطع ثمر النخل بتاعها، تجد نخلها يعني تقطع ثمار نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، واحد من قرايب زوجها قال لها إزاي تخرج أنت في عدة زوجك اللي مطلق، زجرها. فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، يبقى جاز لها النبي أنها تخرج بالنهار لتقطع نخلها ثم تعود تبيت في بيته. باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. احنا عارفين ان المطلقة عدتها وهي حامل عدتها أن تضع حملها، دي خلاص بالإجماع ما فيش إشكال عندنا. طيب المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، طب افرض كانت حامل وتوفى عنها زوجها ووضعت بعد وفاة زوجها بيوم ولا 2 ولا 3، تبقى انقضت عدتها ولا تستنى 4 شهور و10؟ فهمت ازاي؟ بالإجماع قالوا أن عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل ولو كان بعد وفاة زوجها بلحظة قبل أن يغسل انقضت عدتها، يعني افرض هي حامل
وبتولد، وجوزها في لحظة ولادتها ولادة ابنها الابن ده مات فوضعت بعد وفاته بلحظة، يبقى ملاش عدة وفاة، انقضت عدتها بخروج الجنين. يعني حتى بمجرد طلوع روح زوجها مش نستنى اما يدفن. فهمت ازاي؟ ده مذهب الراجح عند الجمهور، الجمهور يعني المذاهب الأربعة المشهورة. سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا علي بن أبي طالب كانوا يروا أن عدتها أبعد الأجلين. أبعد الأجلين. يعني لو وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة تبقى تكمل أربع شهور وعشرة. طب ولو كانت هتوضع بعد الأربعة أشهر وعشرة يبقى عدتها حتى تضع حملها. فاهم؟ يعني قالوا أبعد الأجلين. ده مذهب سيدنا علي بن أبي طالب ومذهب سيدنا عبد الله بن عباس. لكن الجمهور على خلاف ذلك، والدليل بتاع الجمهور اللي هنقراه دلوقتي. إن عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل ولو وضعت حملها بعد لحظة من وفاة زوجها. ولا يشترط أن يكون وضع الحمل حملا كاملا. يعني حتى لو سقطت من حملها يبقى انقضت عدتها. ممكن يحصل سقط، ينزل الجنين ميت، او ينزل الجنين وهو مخلق في خلقة الادم، يبقى برضه انقضت عدتها ولا ان تتزوج. الامام الشعبي ليه رأي يعني ايه غريب شوية. قال لك تنقضي عدتها بوضع حملها زي باقي الجمهور، لكن لا تتزوج حتى تطهر من نفاسها. ده الامام الشعبي. فهمت؟ لكن الجمهور قالوا لا، ده ليه تتزوج حتى قبل ان تطهر من نفاسها. فاهم؟ يبقى الامام الشعبي زي الجمهور في انها تنقضي العده بالوضع. لكن خالف الجمهور قال ولا تتزوج حتى تطهر من نفاسها. وباقي الجمهور قالوا لا، لو ارادت ان تتزوج وهي في نفاسها لها ان تتزوج. واضح؟ نشوف بقى المساله هنا. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ. قال حرملة حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. تنشب يعني فلم تلبس إلا فترة بسيطة، أيام بسيطة، ووضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها طهرت، تجملت للخطاب. وعلشان كده الشعبي قال إيه؟ تطهر من نفاسها، عشان الحتة دي. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، يعني طهرت من نفاسها. فالإمام الشعبي قال إيه؟ لا تتزوج إلا بعد طهارتها من نفاسها. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. ده قريب زوجها اللي مات، فلقاها يعني إيه لابسة الثياب إيه اللي فيها نوع من الزينة، مفيش إحداد يعني كمان، وكأنها إيه يعني بتتعرض للخطاب. قال لها أنت إيه اللي جرالك؟ أنت فاكرة إنك هتتجوزي؟ أربعة شهور وعشرة خش. فهي بقى ما عجبهاش الحال، راحت للنبي تساله. فهمت ازاي؟ فراحت ايه سبيعة بنت الحارث للنبي. ف
فقالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. أو ده الجمهور أهو، كنا هي ما تعرضتش للخطاب إلا بعدما تعلت يعني طهرت، ده هي اللي عملت كده. لكن لو جالها خاطب بعد وضع حملها لها أن تتزوج، لأن النبي بيقول أنت حللتي إمتى؟ هل بعد ما طهرتي ولا بعد ما وضعت حملك؟ قال بعد ما وضعت حملك، يبقى حكم النبي غير فعل سبيعة. فالشعبي أخذ بفعل سبيعة، وعشان كده الشعبي مذهبه مخالف للجمهور في الحتة دي، والراجح قول الجمهور. فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي، يعني قال لها أنت حرة، حبيتي تتزوجي أنت حرة، يعني لا شرط عليك أن تنتظري 14 شهر. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها. ابن شهاب الزهري رأيه زي الجمهور أهو، يقول لا بأس حتى لو تتزوج وهي في أثناء نفاسها. فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، يعني في نفاسها، غير ألا يقربها زوجها حتى تطهر. طبعا يعني ما تعملش الدخله الا بعد الطهور، لكن ممكن تعقد عقد النكاح وهي في نفاسها. ادي ايه الكلام. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سليمان بن يسار ان ابا سلمه بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمع عند ابي هريره وهما يذكران المراه تنفس بعد وفاة زوجها بليال. تنفس يعني ايه؟ يخرج منها نفس، يعني تولد. يعني تنفس يعني تولد، يعني لانها خرج منها نفس اللي هو انسان يعني بالولادة. فقال ابن عباس: عدتها اخر الاجلين، او سيدنا عبد الله بن عباس لما زوج عدتها ايه؟ تستنى 14 شهر. وقال ابو سلمة: قد حلت. قال له خلاص، لا حلت، ليه تستنى؟ فجعل يتنازعان ذلك. قال فقال ابو هريره: انا مع ابن اخي، يعني ابا سلم، ابو سلم بن عبد الرحمن بن عوف احد فقهاء المدينه السبعه، قاعد بيتناقش هو سيدنا عبد الله بن عباس في المراه التي وضعت بعد وفاه زوجها مباشره بايام قليله. سيدنا عبد الله بن عباس قال: ارى الا تتزوج حتى ايه؟ يمر عليها 14 و10. سيدنا ابو سلمة قال له: لا، انا ارى انها تتزوج. فهم؟ فعرضوا الخلاف على سيدنا عبد الرحمن ابو هريره، على سيدنا ابي هريره. سيدنا ابو هريره قال ايه؟ قال: انا مع ابن اخي، يعني ابا سلمة، لان عبد الرحمن بن عوف اخوه في الاسلام، يعني اخوه اسلام. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. أمر إباحة هنا، يعني أمرها، مش قال لها لازم تتزوج، أمر إباحة يعني أباح لها أن تتزوج. وعن أبي قال: وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم كريبا. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 3 أيام. الإحداد جاية من الحد، والحد هو المنع، لأن المرأة إذا توفي عنها زوجها تمنع من الزينة فيسمى إحداد، جاية من المنع يعني. فالإحداد هي ألا تتزين المرأة بعد وفاة زوجها مدة 4 أشهر و10 وتمكث في بيت الزوجية، يعني تبيت في بيت الزوجية، ولها أن تخرج أثناء النهار لحاجتها، لكن تبيت في بيت الزوجية. ما ينفعش بقى تروح تعمل عمرة وقت الحداد، يقول لك عشان بس ايه يعني تنفس عن نفسها لانها حزينه. المصريين بيعملوا كده، بيعكوا
ابوهم يموت يقول لك يعني هنطلعهم منها عمره في الحد في الح... في العده عده الوفاه. ما ينفعش يا مصريين يا جهله يا جهل، ما ينفعش. يقول لك اصلها زعلان، احنا عايزين تغير منظر كده وتروح العمره كده. ايوه بعد 4 شهور و10، ما ينفعش دلوقتي. فاهم؟ مشهوره الحكايه دي، تيجي تقول لهم كده يزعل. جهل نعمل لهم ايه؟ الجاهل يزعل، ما نزعلش منه خالص، جاهل. فلازم تراعي هذا، لان دي حرمه متعلقه بالميت ومتعلقه بالله، متعلقه بالذي مات ومتعلقه بحكم شرعي لله عز وجل. يعني الله له فيه حق والزوج لها فيه حق. فهمت ازاي؟ فتمنع من الخروج من البيت شرعا، لدرجة ان في بعض البلاد العربية بيدوا لها اجازة 4 شهور و10 ايام للمرأة المتوفى عن زوجها، حتى كمان يعني يحلوها من انها تخرج للعمل. وده قانون مناسب لطيف، يا ريت نعمله في مصر حتى نعالج مشكلة ايه، ازمة المواصلات والزحام بالنهار. نقول ان المرأة المعيلة اللي عندها اولاد لسه وضعة نديها اجازة لحد ما تفطم عيالها، ونديها نص المرتب، هنوفر خروجها كل يوم، والعيال ما تترباش في الحضانه، يقوم العيال تطلع ايه صحيحه البنيه والنفسيه، فده هيعود على المجتمع برضه بالخير. وندي برضه اجازه للمراه اللي توفي عنها زوجها 4 اشهر و10 ايام ولو بنص اجر، حتى نعينها على انها لا تمتهن نفسها وتخرج وقت العده. فهمت؟ فيا ريت نعمل كده. فالمهم هنا ايه؟ وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 3 أيام. يعني وفاة الزوج 4 شهور و10، طب غير الزوج، أخوها مات، أبوها مات، ابنها مات، عمها مات، أي حد غير الزوج، يبقى 3 أيام بس. الإحداد 3 أيام بس. الزوج بس إيه 4 أشهر و10. ده دليل ايه؟ لعظم حقه على الزوجة. وعن ابي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرت هذه الاحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان، فدعت ام حبيبة بطيب فيه سفرة خلوق. الخلوق ده نوع من الطيب المركب، يعني يبقى فيه سفرة وفيه حمرة أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: العارضي جانبي الوجه يعني، والخد كده، أدي العارض. يعني جابت البنت الخادمة اللي عندها، حطت الطيب عليها على وشها كده، زويتها عشان تفرح العيال، الاطفال يحبوا ما يحطوا احمر وابيض كده. وبعدين راحت واخده منها من على وجهها وحطت مسحه عارضيها. كويس؟ ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجه، غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و10. يعني هي بعد وفاة ابوها بثلاث ايام حطت ايه شوية طيب كده على خدها وهي مش محتاجة، قالت بس عشان ايه اخرج من الاحداد، لان النبي صلى الله عليه وسلم منعنا ان نحد على غير الزوج اكثر من 3 ايام. فهمت؟ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي اخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، لأن النبي كان توفي، فهي هتتزوق لمين يعني؟ ما هو ليس لها زوج. قالت: أنا لي ليس لي بالطيب من حاجة، لكن أنا بعمل كده خروجا من إثم أن يظن أحد أني أحد على غير زوج أكثر من إيه 3. قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ الكحل ده علاج وطيب،
وزينة، يعني علاج وزينة. زوجها توفي عنها، زوج بنتها توفي عن بنتها، وهي اشتكت عينيها، فكانوا بيعالجوا العين بالكحل، والكحل زينة، والمرأة وقت الإحداد تمتنع عن الزينة، فراحت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا، الزهر قعدت تلح على النبي تسأله تاني، لا لا، مرة واثنين وثلاثة. قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. انتوا ناسيين قبل الإسلام كان بيجرى لكم إيه؟ يعني النبي بيفكرهم بنعمة الإسلام، إنه كانت المرأة قبل الإسلام إذا مات زوجها تقعد سنة كاملة لا تغتسل ولا تغير ثوبها ولا حتى تمس ماء، حتى المية ما تمسهاش، ولا تتزين أي زينة ولا تنتشر، وتفضل كده سنة بهذه الحالة، وتخرج وتدخل كمان حجرة صغيرة كده حش ما تخرجش منه كمان لا ليل ولا نهار، سنة كاملة. جاء الإسلام ريحكم، قال لكم اخرجوا بالنهار ما فيش مشاكل، لكن ما تتزينوش. و4 شهور و10 جايين الوقت بقى تتكلموا؟ فاكره الجاهليه لما كان بيجرى لكم؟ فالنبي بيذكرها بنعمه الاسلام وكيف ان الاحكام تخففت عليه. قد كانت احداكن في الجاهليه ترمي بالبعره على راس الحول، دي علامه انها تخرج، يعني تروح ايه مواربه باب الحش كده وتجيب بعره وتروح راميها كده. قال يعني هي هتخرج زي البعره دي من الحش، علامه انها خلاص انقضى الحول يعني. قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعره على راس الحول؟ فقالت زينب: كانت المراه اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. حفشا يعني مكان ايه تقيم فيه ضيق يسموه حفش، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، يعني تمسح جلدها به، فقل لما تفتض بشيء إلا مات من كثر قذارتها يعني. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، علامة أنها انقضت الحول يعني، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره بعد السنة دي يعني. ونزلت الآية إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، مش كده برضو؟ ثم نسخت بآية إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فبقيت تلاوة ونسخت إيه؟ حكما. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، حميم يعني قريب، لأم حبيبة أمنا بنت أبي سفيان رضي الله عنه، فدعت بصفرة فمسحته. احنا عارفين ان الحميم ده كان مين في الرواية اللي قبل كده؟ أبوها أبو سفيان، مش كده برضه؟ في الرواية اللي قبل كده كان عرفناه. توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وعن أبي قال: وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها، في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها. الحلس، عارف الحلس أصله إيه؟ عبارة عن الكساء
حتة قماشة يضعوها على ظهر البعير، ظهر الجمل، عشان يحطوا فيها الرحل، فبتبقى قماشة رديئة. هو ده أصل الحلس. ولما يجي يدخلها في البيت حتة القماشة دي يرميها كده في ركن البيت حتى ما يقعدش عليه. والنبي بيقول لك أيام الفتن كن حلس بيتك، يعني ترمي في بيتك، ما تخرجش تطلع مظاهرات وتعمل لي مش عارف، ترمي في بيتك زي الحلس كده، يا حلس. لكن دلوقتي لا، يخرج وبتاع ويقول لك اصل انا الدماء، احنا عايزين نطالب الدماء. طب ما انت بتزود الدماء، بتطالب الدماء بمزيد من الدماء وتزود الفتنه. اقعد في بيتك خلاص، بدل ما يبقى اللي ماتوا 100 هتخرج وهيبقى اللي ماتوا 1000، يبقى انت عالجت ايه؟ زودتها فتنه ولا ما زودتهاش؟ اقعد في بيتك. فالنبي بيقول ايه؟ تكون في شر بيتها في احلاسها، يعني تلبس شر ثيابها، ثياب زي الحلس كده، تملي القماش الرديء قوي والرخيص قوي والمقطع، واللي بيحطوه على ظهر البعير علشان يحطوا فوقيه الرحل. فاهم؟ او في شر احلاسها في بيتها حولا، يعني سنه. فاذا مر كلب رمت ببعره فخرجت، افلا 4 أشهر و10؟ يعني مستكترين 4 أشهر و10 بعد ده كله، وليها في اثناء الاحداد ده انها تغتسل وانها تمتشط وانها تقعد في بيتها نظيفه وما عندهاش مشاكل، وتقص ضوافرها وتسرح شعرها وتغير ثيابها، يعني رحمات كلها. وعن ابي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا، حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بسفرة فمسحت بها ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد علي 4 أشهر و10. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها. وعن أبي قال وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. وعن أبي قال وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وعن أبي قال وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديثهم. وعنه به قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا
وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. وعنه به قال: وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا. العصب، الثوب العصب دي عبارة عن برود يمنية كانت ايه يعني مش ملونة يعني مش مخططة سادة، واخد بالك؟ يبقى تلبس برود يعني الالوان سادة. المصريين الوقت بيلبسوا السواد، افرض في بعض البلاد بيلبسوا البياض ما يجراش حاجة، لو تلبست ايه مشجر ومقلم وملون وحاجات دي. ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيبا، يعني لا تتزين الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار، الا اذا طهرت يعني ايه من الحيض، من حيضها اثناء فترة العدة اللي هي عدة الوفاة، يبقى ممكن تستعمل ايه نبذة من قسط، ده نوع من الطيب، او اظفار نبات عطري بيمسحوا بيه موضع دم الحيض عشان ما يبقاش فيه رائحة دم الحيض يعني. وعنه بي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وقال: عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار. وعن أبي قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. وهكذا انتهينا من كتاب الطلاق ومن المجلد الأول، الجزء الأول من صحيح مسلم، والحمد لله رب العالمين. فيما يقرب من سنة بأن تقريبا احنا بدأنا صحيح مسلم 30 مايو العام الماضي، واحنا النهاردة 7 ابريل ايه في العام الجديد، يعني بقالنا تقريبا 11 شهر وعدة ايه اسابيع، والحمد لله رب العالمين. غدا نبدأ في ايه كتاب اللعان، كتاب اللعان وهو نفي النسب لنفي النسب، وهو فيه باب واحد ان شاء الله غدا بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلق